السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، ومرحبا ومع درس جديد من دروس اللغة العربية. لقد انقطعنا بعد الوقت، وكان ذلك يعني الظروف، والحمد لله عز وجل على أن هذه الظروف مرت على خير. ونبدأ يعني إن شاء الله سلسلة شرح دروس النحو، والرجاء من حضراتكم الاشتراك في القناة كما تعلمون، لأننا يعني لا يعني الاشتراكات قليلة جدا، وهذا يعني يوقف العمل، ولكن نريد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يصل هذا العمل إلى كل إنسان يريد أن يتعلم اللغة العربية، لغة القرآن. درس اليوم إن شاء الله يتكلم عن أحد الأساليب في اللغة العربية، ألا وهو أسلوب القسم. أسلوب القسم، أسلوب القسم، أو يلجأ كثير من القسم لكي يؤكد على فكرة أو على خبر، فيقول جاء المعلم، أو والله لقد جاء المعلم، فهو يقسم ليؤكد. يبقى نلجأ إلى القسم لنؤكد ونشعر من يسمعنا أن هذا خبر أكيد وليس فيه شك. إذن من أساليب التوكيد هو القسم، وطبعا يتكون من أسلوب، أي أسلوب يتكون من عدة أركان. أولا أداة القسم أو حرف القسم، هناك يعني اختلاف، بعض العلماء يقولون أداة وحرف، ونقول أداة أو حرف، أداة القسم أو حرف القسم. ثم الركن الثاني المقسم به، والركن الثالث جواب القسم. هذا عن يعني كما نقول أسلوب القسم. مثال على ذلك، والله لا أكتم الحق، والله لا أكتم الحق. فإذا أردنا أن نفصل هذا المثال، الواو هنا تسمى واو القسم، واو القسم هو حرف القسم، والله هو اسم الجلالة المقسم به، ولا أكتم الحق جواب القسم. وطبعا لو قلنا الواو القسم حرف القسم، والله لفظ الجلالة مقسم به، طبعا بيكون مجرور، ولا أكتم الحق جواب القسم، لا حرف نفي، وأكتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والحق مفعول به، والجملة كده كلها جواب القسم. ما هي أدوات القسم؟ هل هي الواو؟ نقول الواو والباء والتاء، نقول والله أو بالله أو تالله. إذن الواو والباء والتاء أو الركن ده بنسموه حروف القسم. المقسم به الذي نريد أن نقسم به، كما تعلمون أن في ديننا لا يجوز إلا القسم بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز شرعا إلا القسم بالله. المقسم به يكون الله أو أحد أسماؤه، مثل مثلا والرحمن والعظيم، ها؟ أو الله سبحانه وتعالى يقسم بما قد خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات فيقسم بهذه المخلوقات، مثل والسماء والطارق، هذا لله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء، أو والتين والزيتون، أو والشمس وضحاها، أو الليل والفجر، هذه مخلوقات، فالله سبحانه وتعالى يعني يقسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى. يبقى إذا تكلمنا عن حروف القسم، تكلمنا عن المقسم به، نأتي على الركن الثالث جواب القسم، وهو ما يراد توكيد القسم به، يعني أنا أريد أن أؤكد على هذا الشيء، أقسم على شيء، فأنا أريد إيه توكيد ده جواب القسم. مثل مثلا والله لا أجتهدن، هنا حرف القسم الواو، والله هو المقسم به، وهنا جواب القسم مؤكد باللام، لا أجتهدن والنون، والله لا أجتهدن، والله لا أسافرن، والله لا أساعدن الفقير، هنا جواب القسم. طيب هل جواب القسم أنواع يعني أو نوع ثابت؟ جواب القسم قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. يبقى جواب القسم
قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. مثال على ذلك: إذا كان جواب القسم جملة اسمية مثبتة وليست منفية، فيجب أن احنا نضع في الجواب القسم نؤكده بإنا واللام. إنا واللام مثال: والله إن النصر لعظيم. فهنا عندي الواو والقسم والله مقسم به، وإن والنصر عظيم هنا جملة اسمية أكدت بإن، واللام والله إن النصر لعظيم، والله إن النصر لعظيم. إذن هنا جملة اسمية مؤكدة بإن واللام. طيب إذا كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة وفعلها ماضي، يبقى بتختلف من اللي فعلها ماضي واللي فعلها مضارع. فإذا كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة وليست منفية، فعلها ماضي، يجب أن نؤكد جواب القسم بشيئين: بقد واللام أو بقد فقط. مثال على ذلك: تالله، هنا قسم بالتاء والله مقسم به، لقد صدقت القول. هنا عندي حرف القسم والمقسم به، وطبعا صدقت جملة فعلية، فأنا أكدتها باللام وقد، تالله لقد صدقت. والجملة الفعلية هنا فعلها ماضي، صدقت، صدق فعل ماضي والتاء تأتي فعل. جملة فعلية فعلها ماضي تؤكد باللام وقد أو بقد فقط. يعني نقول تالله قد صدقت القول، وطبعا القول مفعول به. يبقى طيب إذا كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة ولكن فعلها مضارع، كيف نؤكد جواب القسم؟ نؤكد جواب القسم بالنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة مع لام القسم يسبقها. فننظر إلى هذا المثال: بالله، طبعا هنا قسمنا الباء حرف قسم واللام مقسم به لفظ الجلالة مجرور، لا أجاهدن، أجاهد هنا فعل مضارع، فعل مضارع ومثبت. طيب كيف لنا أن نؤكد؟ باللام القسم، بالله لا أجاهدن، والنون الثقيلة، يعني نقول بالله لا أجاهدن الباطل، أو بالله لا أجاهدن، نون خفيفة، الباطل. يبقى هنا ده جملة فعلية هنا فعلها مضارع تؤكد بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. يبقى ننظر إلى جواب القسم: إذا كان جملة اسمية نؤكده زي ما قلنا يا شباب، نؤكده بإيه؟ الجملة الإسمية بها مثال هنا، نؤكده بإن واللام. إذا كانت جملة فعلية فعلها ماضي نؤكده بقد واللام أو قد فقط. إذا كانت جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع نؤكد بلام القسم ونون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. طيب إذا كانت أو جواب القسم كان منفي فلا نؤكده، فلا نؤكد على القسم. كيف نؤكد على المنفي؟ فنقول مثلا: وحقك، وحقك أو وحقك، ها، لا نجاة مع الخوف، لا نجاة مع الخوف. هنا الواو حرف القسم وحقك هنا مقسم به، ولا نجاة مع الخوف، هنا نجاة مع الخوف، هنا جملة اسمية ولكنها منفية، إذن لا تؤكد. إذا هذا عن أسلوب القسم، وهي من أحد الأساليب في اللغة العربية للتوكيد أو التأكيد على الشيء. في نهاية هذا الفيديو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة، وأن يعني نكون قد يعني أوصلنا بعض المعلومات إلى الطلاب والطلبة أو المستمعين جميعا. ورجاء الاشتراك في القناة وعمل اللايك، وطبعا كتابة الرسائل حتى يعني تشيرون علينا هل هذه الطريقة جيدة، كيف نحسن من الفيديوهات بتاعتنا يعني. فالرجاء كتابة يعني تعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.